بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. اليوم غادي نوريكم بحالاش كنصاوبوا تيش طار. هاد تيش طار او القديد، اللحم بحال هكا مقدد بحال هكا. غادي نوريكم دابا كيفاش كنقطعوه. كتشدوا شي لحيمه واخا تجيكم صغيره بحال هكا، ما تخافوش، غادي تبقاو تقطعوا فيها تقطعوا فيها حتى تخرجوا واحد الحرب الحربول او الحربله او واحد السير، يعني بحال هذا بحال هذا، باش هذا هو تيشطر. ومن بعد غادي نوريكم بحالاش كنرقدو في الخل الصحراوي ونتبلو ونعلقو ونيبسو وشنو اللي كنطيبو منه ان شاء الله. حبيبتي دابا، حبيبتي دابا غادي نوريكم بحالاش كنقطعوه. كنشدو غادي نوريكم دابا شنو كديرو من هاد الحريب، هاد اللحيمات الا كانوا كتشدو بحال هكا. هاد اللحيمه هادي كتشدوها بحال هكا وكتبداو الا كنتو بوحدكم هذا كتبداو تقطعو بحال هكا هكا وانتم دايرين غادي تمشوا بحال هكا. تجو في حربول بحال هكا، بغيتوه ارق من هذا راه غادي يجيكم ارق، بغيتوه المهم كيجيكم بحال هكا او بحال هذا. ها هو شفتو بحالاش او بحال هذا بحال، المهم باش يجونا حريبلات بحال هذا. المهم دابا انا غادي نعاود نوري لكم واحد اخر من هاد الطرف هذا، كيكون هكا كيتشدوه من اي لحيمه كتلقاو شي هبيره بحال هكا، او دوك الجليدات اللي كيكونوا وحده الضلوع كتصاوبوهم من دوك من هادوك اللحيمات اللي كيكونوا عند الضلوع، عند الضلعه او الضلوع. هو الا لقيتو شي واحد معاكم احسن كيشد لكم، كتجي ساهله العمليه الا كان معاكم شي واحد. كنتو بوحدكم غادي تبقاو ماشيين، تقدروا ديروها بالمقص. هكا ها هو شتو شتو فاش خرجنا في حربول بحال هكا. المهم حبيباتي دابا غنقطعوا هاد اللحيمات اللي عندي بحال هكا، غندير واحد شويه انا ما غنكثرش فيه لان اصلا الخروف ديالي راه صغور صغور يعني ماشي شي حاجه اللي. المهم غادي نكملهم. شتو هانتوما تشوفوا حبيباتي، هانتوما تشوفوا حبيباتي هاد الكميه اللي درت، غنزيدها واحد شويه وغادي نرقدوها في الخل الصحراوي والتوابل، غنوريكم بحالاش كنرقدها عاد غادي ننشروها تنشف. حبيباتي ها هو القديد ديالنا او تيشطار او القديد اللي قطعنا، هو درت ليه واحد شويه ديال الخل الصحراوي بحال هكا تقريبا ديال الخل الصحراوي لان الكميه قليله. خلط غادي نخلطو فيه، غادي نخليه يبات في الثلاجه حتى الصباح. غدا ان شاء الله الى حين الله غادي ندير له التوابل ديالو والملحه وغادي نوريكم بحالاش غادي نشرب، نوريكم التوابل اللي غادي نديرها. حبيباتي القديد ديالنا ها هو بات في الثلاجه مع الخل الصحراوي، دابا غادي ندير له هو هذاك في الخل الصحراوي كما تشوفوا باقي فيه. غادي نخلطو بالملح تقريبا ملعقه ونص كبيره ديال الملح، هنا كنقطعوا له الملح. غندير له التوابل اللي انا مصاوبه في الدار تقريبا ملعقه كبيره، ملعقه صغيره ديال الكمون،
ملعقه صغيره ديال التحميره، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. اللي ما عندوش هاد العطريه ومصاوبش ما مصاوبش هاد العطريه، يدير شويه سكنجبير، يدير شويه ديال القزبوريه بس مطحونه. انا كلشي هاد العطريه راه فيها هاد المكونات. غندير ليهم ملعقه ديال زيت المائده، ماشي زيت الزيتون، لانه اصلا غادي يتحيد منهم هاد الزيت. وغنخلطهم في هاد العطريه مزيان، وغادي نخليهم مره ليله ثانيه يباتوا فيها. ما غاديش نعلقهم اليوم، غادي نخليهم يباتوا في هاد العطريه. هذاك الزيت ما غاديش يخلي تلاو يسيل منهم الماء. وغدا ان شاء الله غادي نشرب. هذا هو القديد ديالي انا اللي كندرو. هذه الطريقه ديالي، كيجي رائع. واخا درت فيه الكمون، لاني فاش نبغي نطيبو كنغسلو، كنديرو في الكسكسو، كنديرو في القطنيات، كندير بهم قيله زوينه، كيجيني بحال الخليل. المهم حبيباتي، هذا هو القديد ديالي، غادي نخليه دابا يبات في الثلاجه، وفاش كننشر ان شاء الله غادي نصور لكم. حبيباتي ها هو هنا التشطار ديالنا، او القديد. حنا في الجنوب كنقولوا تشطار. في النهار كنديرو كنخليه في الحبل في النهار وفي الليل. انا لان كان حنا عندنا هاد الايامات كان الحموان الصهد بزاف، وكنخليه في الحبل لانه فيه الزيت وفيه الملح بزاف، ماشي بحال الكرداس. الكرداس كيحاول الذباب يقرب عليه. كندير الكرداس كنغطيه بالنهار، وكنعريه بالليل. تيشطار ما كيجيش، ما كيقربلوش الذنبان، لانه او الذباب، لانه فيه الزيت وفيه الملح بزياده، وخاصه داك الزيت ما كيخليش، والتحميره ودوك التوابل ما كيخلو. بالعكس الكرداس كنغطيه بالنهار كيما كتشوفوا بهاد الزيف. ما درتلوش ديك الشبكه هكا، علاش؟ لانه اصلا الذباب غيدوز من هذيك الشبكه. انا كنخاف تدخل لي شي حاجه منه او شي. كندير هاد الليزر هذا ابيض باش نشوف اذا كانت عليه شي حاجه تبان لي، وكنغطيه بالنهار، كنحيد هذاك بالليل، كنخليه حتى مع الصباح بكري مع وراسله الفجر، كنجي كنغطي عاوتاني. كان عند الناس الحراره المفرطه ويبس، تبارك الله. نتوما كتشوفوا هنايا كيفاش يبس. هادي الشطار ديالنا، هاد القديد ديالنا اللي هو تيشطار. شتو بحالاش؟ انا ما درت بزاف، درت واحد الكميه غير باش نوريكم. نتوما عارفين اصلا الخروف ديالنا صغير، درت واحد الكميه صغيره باش نوري لكم. واو يابس. كنديرو في واحد العلبه بلاستيكيه نقيه، او في واحد زيبلوك، كنديرو في الكونجيلاتور في المجمد، او في الثلاجه من تحت، كيبقى مزيان. في المجمد كيبقى عندك عامين 3 سنين ما كيخسرش. نفس الشيء الكرداس، حتى هو كنديرو نفس الشيء. الكرداس ديالنا ها هو يابس قاصح. الا بغينا نطيبوه كنرقدوه في الماء، كنرقدوه في الماء باش يمشي عليه داك الملح. الماء السخون كنخوه عليه، نديرو الماء عده مرات، نخوه ونعاودو ونعاودو ونعاودو، ومنها باش يرطب لينا، باش يطيب في الوقت. حبيباتي، هذا هو داك البودان او داك فم المجبنه. نفس الطريقه، حتى النصارى راه كيعمروه بحال هكا، كيديروا حتى هما كيعمروه وكيخلوه عندهم وكيبقى. ولكن هما كيعمروه من شي لحم، انا ما عرفتش، ولكن شفت نفس هذا كيكون عند كلشي الشعوب الاوروبيه، نفس هاد فم المجبنه كيف في دوك الافلام القديمه. حبيباتي، ما نطولش عليكم، غندخل معاكم في المتاهات. هذا هو فم المجبنه، هذا هو الكرداس، هذا هو التيشطار ديالنا. نتمنى يعجبكم حبيباتي، وتجربوا هاد الوصفه. سهلات، وصفات سهلات ولكن تقليديات بالطريقه القديمه، ما فيهمش بزاف ديال التشعبات، وبزاف ديال ما معقدينش، يعني شي حاجه سهله وفي نفس الوقت لذيذه وبسيطه. كنخزنوهم في علب بلاستيكيه او في زيبلوك، كندخلوهم للمجمد كما قلت قبيله، كيبقاو معاكم مده طويله. الا بقاو، الا بغيتو تخلوهم غير في نفس الشهر تصاوبهم، خلوهم في الثلاجه من التحت، كيبقاو مزيانين. نتمنى تجربوهم، والبنات اللي كيجوا للمغرب يصاوبوه ويدوه معاهم احسن من المغرب، لانه كاينه الشمس في الصيف، والبنات الجنوب يعدلوهم تيشطار من الحمل بلو يدوه معاهم. نتمنى يعجبكم هذا الشيء وتجربوه، وني بكم، راني نحبكم كاملين.